بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس هاني كامل. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الريزونانس فريكوانسي واستخداماتها في اختبارات الجهد العالي، إزاي بقدر أحصل عن طريقها على قيمة جهد كبيرة تساعدني أثناء الاختبار. لو عندي دايرة مكونة من R و L و C، طبعا مع احنا عارفين ان الامبيدنس او المعوقة بتاعتها عبارة عن R زائد جي اكس ال او معوقة الاندكتنس ناقص الجي اكس سي، والاكس ال طبعا بتساوي 2 باي اف ال، والاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي. لو أثناء ال أو عند قيمة الريزونانس فريكوانسي ال XL بتساوي ال XC، وبالتالي المعوقة الكلية هي عبارة عن ريزيستنس فقط، وبالتالي التيار اللي هيمشي لو عندي مصدر جهد كنتو V يبقى التيار بيساوي V على Z اللي هي بيساوي V على R. فالتيار ده لو مشي بعد كده في ال XC هيكون عليها فولتج دروب. التست اوبجكت عندي او المادة اللي بختبرها عبارة عن ريزيستنس، عبارة عن انسرشن ماتيريال، عبارة عن ريزيستنس على التوازي مع كاباسيتنس، والكاباسيتنس دي بتبقى قيمتها قليلة فالاكس سي بتكون قيمتها عالية. طبعا لما ببتدي التيار يمشي فيها بيكون عليها فولتج دروب أو قيمة جهد، وهي دي قيمة الجهد اللي عايز أوصل لها أثناء الحقن أو أثناء الاختبار. فلما بزود التيار عن طريق إن أنا بزود قيمة ال V يبتدي الفولتج دروب أو الجهد اللي هيتكون على ال XC يكون يزيد إلى أن أوصل لقيمة الجهد المطلوب، وبالتالي كده أنا استخدمت الريزونانس إن أنا أقدر أتحكم في جهد الاختبار، إن يعني أنا أحصل على قيم جهد عالية من مصدر جهد بسيط. بالنسبة لمكونات ماكينة الجهد العالي هنلاقي إن إحنا بنستخدم 3 phase supply مثلا قيمته 380 فولت، وعن طريق بلوك رقم 1 بحوله ل جهد متغير سنجل فيز سبلاي متغير القيمة متغير الفريكوانسي. بعد كده بلوك رقم 2 عبارة عن ستيب اب ترانسفورمر مع تبات أو مع خطوات بحيث إن هو يرفع أو يساعد السيستم أقدر أحصل منه على قيمة جهد أحقن بيها. وطبعا ماكسيمم مثلا بيكون 5 كيلو فولت. عن طريق بلوك رقم 2 بقدر أرفع الجهد بتاعي. بعد كده بلوك رقم 3 عبارة عن الاندكتنس اللي بوصلها سيريز مع التست اوبجكت بتاعي أو السيستم اللي بختبره علشان أعمل معاها ريزونانس. بلوك رقم 4 عبارة عن فولتج ديفايدر أو كاباسيتيف فولتج كاباسيتيف في تي اللي هاخد منه فيدباك للكنترول سيستم علشان أقدر أشوف الجهد اللي أنا حاله. بلوك رقم 5 عبارة عن بلوك إمبيدنس، إن ديت معوقة موجودة بحيث لو حصل بريك داون انهيار للعزل أثناء الاختبار تحمي السيستم بتاعي. بلوك رقم 6 ده كذلك فولتج ديفايدر وبستخدمه لاختبارات البارشال تشارج. بلوك رقم 7 هو التست اوبجكت العبارة عن سواء كان سويتش جير او كاب او اي اوبجكت بختبر عليه اختبار الجهد العالي. اولا ازاي بحصل على جهد متغير القيمة ومتغير التردد؟ انا باخد عن طريق الريكتفاير باخد ال 3 فيس سبلاي 380 بحولهم ل سبلاي دي سي،
بعد كده بستخدم انفرتر علشان احول الدي سي ل سنجل فيس سبلاي اي سي سكوير ويف، متغير التردد ومتغير القيمة. ليه متغير التردد؟ انا طبعا بستخدم المكنة بتبتدي تحن مثلا من 300 هرتز، بتبتدي تنزل بستبس خطوات الى ان تجد ريزونانس فريكوانسي. هنفترض مثلا وجدته عند 200 هرتز، فاول ما اول ما تجد الريزونانس فريكوانسي بتبتدي تعلي قيمة الجهد اللي بتحقنه، وده بيكون عن طريق التحكم في زمن السويتش اون او زمن التشغيل للبلس اللي بتحقنها للانفرتر. طبعا كل ما زمن السويتش اون او زمن الفايرنج زاد، كل ما قيمة الاوتبوت فولتج او الجهد اللي خارج بتزيد. ومن هنا بيجي تعريف الموديوليشن، واللي هو علاقة ما بين زمن السويتش اون مقارنة بزمن نص سايكل كاملة للاي سي او للويف. فزي ما اتكلمنا قبل كده، انا عندي جهد 3 فيس سبلاي 400 فولت، بعد كده بستخدم الارتفاع احول للدي سي، بعد كده بستخدم انفرتر علشان احوله لسكوير ويف متغيرة التردد متغيرة القيمة، بستخدم اكزايتر او ستيب اب ترانسفورمر مع تبات او مع خطوات اقدر اتحكم فيها، بعد كده سيريز رياكتور او رياكتور او اندكتنس اللي هستخدمها في عملية الريزونانس، البلوكينج امبيدنس زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بتحمي السيستم اثناء البريك داون، والجزء اللي بختبر المعدة اللي بختبرها اذا كانت سويتش جير او كيبل او ترانسفورمر. بعد كده يكون عندي كاباسيتورز ديت بستخدمها ك في تي او كباسيف في تي. بالنسبة للمعدة اللي بختبرها أقدر أقرأ قيمة الجهد اللي حقنه، قيمة التيار اللي مسحوب، مثلا قيمة الباور الكلية اللي مسحوبة اللي الأوبجكت نفس اللي موجود على الأوبجكت نفسه أو على المعدة اللي بختبرها، لأن ديت مش معناها القيمة اللي مسحوبة من السبلاي، لأن قيمة الميجا دي هتكون بالميجا فار، دي عبارة عن انرجي او باور هتتبادل اثناء الريزونانس مع الرياكتور اللي انا مستخدمه للريزونانس. ده التردد اللي هيكون اللي انا ده هنا هيبان التردد الريزونانس او التردد اللي المكنة حقنا بيه. ده الفولت الخارج من الانفرتر، ده التيار الخارج من الانفرتر، وده قيمة الماديوليشن زي ما اتكلمنا عنها قبل كده. بالنسبة هنا هيكون في indication ان لو حصل resonance بتكون هنا الإضاءة دي خضراء أكتر، لو حصل over modulation خلاص كده ما أقدرش أعمل switch on أكبر من، طبعا ما أقدرش أعمل switch on أكبر من نص cycle، فبالتالي أنا لو وصلت النص سايكل دي بيديني indication over modulation. طبعا overloading لو حصل overloading للماكينة. الريكتفاير هنا بقدر أشوف جهد ال DC اللي خارج من الريكتفاير والتيار الخارج من الريكتفاير. هنا دي عبارة عن calculation بدخل لها ال inductance بتاعة المكنة، ال capacitance بتاعة الماكينة، الكباس فولتج ديفايدر زي ما اتفقنا، والكباسنس بتاعت المعدة اللي بختبرها بتقول لي تقريبا هنا بتطلع ان الريزونانس فريكوانسي تقريبا قيمتها قد ايه. فانا مثلا هنا استخدم كباسنس للود تقريبا 60 نانو فراد،
تقريبا بتقول لي ان الريزونانس فريكوانسي هتكون 142 هرتز. فانا مثلا هبتدي من اف ستارت مثلا، هي طبعا المكنه بتبتدي من 300 هرتز، بس انا عشان اوفر وقت انا ممكن ادخل لها قيمه اكبر من قيمه الريزونانس فريكوانسي، فده بيوفر وقت اثناء السيرش اثناء بحثها على الريزونانس. هبتدي اعمل ستارت، تبتدي الريزونانس او قيمه الفريكوانسي اللود زي ما احنا شايفين نزل من 145 بينزل بستبس، هو حائن جهد من الانفرتر، يبتدي يسيرش على الريزونانس. اول ما الانديكيشن هنا تكون خضر اخضر معنى كده ان هو ده الريزونانس. نكمل تاني، يبتدي مازال يبحث عن الريزونانس. طبعا هنا الانديكيشن ابتدت تتحول لاخضر معنى كده ان هو ابتدى يلاقي ريزونانس، هيبتدي يزود الموديوليشن او يزود فترة السويتش اون، وبالتالي يزود جهد الخارج. طبعا ده عند تردد ثابت اللي هو تردد الريزونانس. ونبتدي نلاحظ ان الجهد اللي على التست اوبجكت او على المعدة اللي بنختبرها الجهد ابتدى يزيد. هو طبعا انا اعطيله سيت بوينت او قيمة الجهد اللي هختبر بيها 235 كيلو فولت، والمفروض ان هو هيبتدي يزود الجهد الى ان يصل ليها قيمة 235 كيلو فولت. هنا خلاص تعتبر تقريبا وصل ليها. هنفترض جدلا ان انا عايز احن ليه 275 كيلو فولت، بدخله القيمة، هو يبتدي يزود الموديوليشن وبالتالي يزود جهد الانفرتر، جهد الخارج من الانفرتر، وجهد الاختبار يبتدي يزيد لغاية ما يوصل لي القيمة اللي في السيتنج. اوكي كده خلاص وصل لها. ومن هنا طبعا ده الكرنت اللي مسحوب اثناء الاختبار، مسحوب عن طريق المعدة اللي بختبرها. ومن هنا نقدر نشوف ان انا باستخدام 380 فولت حولتهم ل 531 فولت دي سي، حولتهم بعد كده لسكوير ويف 300 فولت، عن طريقهم قدرت أوصل ل 275 كيلو فولت على المعدة اللي بختبرها. نقدر نشوف ده الجهد اللي موجود على المعدة اللي بختبرها، طبعا هو جهد ساين ويف، كذلك التيار اللي مسحوب للمعدة أو للمعدة سحبها ساين ويف. وأقدر أشوف كذلك الإنفرتر، عبارة عن سكوير ويف، بس طبعا التيار اتحول لساين ويف عن طريق الرياكتور اللي انا مستخدمه في الريزونانس. وبالتالي الجهد في النهاية بيوصل لتست اوبجكت عبارة عن ساين ويف،
بتردد الريزونانس فريكوانسي وقيمة الجهد المطلوبة للحل. وفي النهاية بشكركم على مشاهدة الفيديو، وأتمنى أن تكون المعلومة كانت فيه واضحة، ولأي استفسار ممكن التواصل على البيانات اللي موجودة، واللي أعجب بالفيديو يقدر يعمل سبسكرايب ويتابع الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله.